بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو هواش تبع مركز المحموديه محافظه البحيره، ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 17/11/2022، وتعالوا نشوفوا اسعار العجول الذكوره العلف ان شاء الله. اللهم صل عليك النبي. صباح الخير يا حاج محمد. حاج محمد محمود شبرخيت وتجار العجول الذكوره البقر يا جماعه، اللهم صل عليك يا نبي. اتفرج ومل عينيك وصلي على حبيبك النبي. لبان يا حاج محمد؟ ايوه لبان. عامل ياما؟ ب 19600. 19600 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. 19600 يا جماعه، اللهم صل عليك يا نبي. عمره قد ايه يا حاج محمد؟ عمره حوالي سنه وثلاث شهور. سنه وثلاث شهور يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. معاك حاجه غيره ثاني يا حاج محمد؟ العجلان ضمت معايا. معاك دولة؟ في النص ضمت. في النص، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اتفرج وملي عينيك وصل على حبيبك النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. كم وكم يا حاج محمد والله؟ 46000 الاثنين. الاثنين ب 46000 على بعض، الله يبارك لك. 46000 يا جماعه، ده كريم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اتفرج وملي عينيك وصل على حبيبك النبي. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حاج محمد. طب ادينا الرقم. 010 06 26 39 39 4356 4356. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابد ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. اللي جاي لك اهو مشترك في القناه بتاعتك. صباح الفل يا استاذ. عامل ايه يا غالي؟ معاك العجل ده؟ معاك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. لبان ولا كسر حاجه؟ لبان. الله اكبر. عامل ايه؟ 26 و100. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا غالي. الله يقويكم يعينكم. بسم الله ما شاء الله. 26 و100 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. ولبان ما كسرش ولا سني. صباح الخير يا عم الحاج. صباح الفل. كل سنه طيب. اللحمه عامل ايه في سوق ابو هواش النهارده؟ حلو. الله يبارك لك. يعني ماشي كامل كيلو قايم كده؟ قايم ب 72 و73. 72 و73. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. واخده جنيه ولا طياره؟ لجنيه والله. الله يبارك لك ويصلح حالك ويجعله مبروك عليك ان شاء الله. صباحك ابيض. صباحكم زي العسل يا رجالي. الله يصلح حالكم محل الجميع. ناركم زي العسل ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا عم الحاج. ناركم ابيض. الله يقويكم ويعينكم. تجار ولا جنيين؟ لا جنيين. جنيين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. دبرنا عليكم. عامل ياما ده غالي؟ عامل ياما؟ انت بتعمل ايه كده ولا انت؟ عامل ياما يعني تمنه قد ايه؟ 16. الله يبارك لكم يا حاج. صباحكم ابيض ان شاء الله. الله يصلح حالكم وحال الجميع. واللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم. السلام عليكم رجال. ده عامل كام الذكر دي؟ 15. اللهم صل عليك يا نبي. ذكر يا جماعه صلاه النبي عليه عامل 15000. عمره قد ايه طيب؟ طيب عمره 7 سنين. سبع شهور. سبع شهور. بسم الله ما شاء الله. ربنا واخدون جنيه ولا تجاره؟ ها؟ تجاره. الله يبارك لكم. يعني موجود منه عندكم؟ لا والله ما في مكسب خالص. ليه؟ بامانه يعني سجل الكلام ده عندك. ما فيش مكسب. لان الكلام ده لما اخذ المزرعه ده كله كدب في كدب. ليه يا حاج؟ والله جنتوني. احنا بناخده من حنكم احنا ما بنقولوش. جنتوني يا حاج. هو انا بنقول من نفسي ولا بناخد من حنكك؟ موجود ضاني موجود كل الله يبارك لك. سبنينا معلم. احسن ناس بتوع رشيد. والشمبري ب 70. الله يبارك لك. والعزب ب 60 لغايه 70. طب ادينا رقمك لحد عايز حد يوصل معاك. 010 672 94 3 80. الله يبارك لك. الراجل ده ماله زعلان كده؟ الله يبارك لك ويصلح حالك يا غالي. صباحك ابيض ان شاء الله. متشكرين جدا. والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.